يسأل عن الحكم في عقد زواج الشهود لا يصلون أو وكيل العروس لا يصلي. لا يجوز لتزويج المسلمة وهذه لا يصلي، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج من امرأة لا تصلي، لأن ترك الصلاة كفر لله عز وجل. ولا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج من كافر. قوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوادر، قوله تعالى فلا ترجعوهن الى الكفار، فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الحاصل انه لا يجوز ان يتزوج مسلم من كافره الا الكتابيه، المحصنه من اهل الكتاب يجوز للمسلم ان يتزوجها، قوله تعالى المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن أجورهن. أما ما عدا الكتابية فلا يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة غير الكتابية. وكذلك الولي يشترط فيه إذا كانت الولية مسلمة اشترط فيه أن يكون مسلما، الكافر لا يتولى المسلمة، لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يجوز لكافر أن يتولى العقد على مسلمة. جزاكم الله خيرا.